يقول السائل: إذا كان المجتمع الذي نعيش فيه يستولي فيه الشبهات والشهوات والأفكار الإلحادية والعلمانية، فما هو المفتاح لدعوة ذلك المجتمع إلى الكتاب والسنة؟ هو مداخل الشيطان من هذين البابين، باب الشهوات وباب الشبهات. وغالباً إنما تنطلي الشهوات على المغرقين في ماذا؟ في الشبهات، لأنه ليس عندهم ما يحميهم من تلك الشهوات. فالشهوات تعني الإلحاد، تعني الخروج عن هدي الكتاب والسنة، تعني اتباع الهوى، تعني ما يسمونه بالحرية، وهي الرق في الحقيقة، رق للهوى ورق للشيطان ورق لعباد الهوى. أفمن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه فمن يهديهم بعد الله أفلا تذكرون. فهو رقيق بشهواته، وهذا نجح فيه إلى حد كبير أصحاب العلمنة واللبرلة وعباد الهوى والشيطان. لكن مع هذا كله أقول إن الشبهات أخطر من ماذا؟ من الشهوات. لماذا؟ من يجيب؟ أحسنت، لماذا؟ في قول للإمام مالك هنا، أصحاب الشبهات يفعلون ما يفعلون على يظنون أن هذا ماذا؟ دين يقربهم إلى الله، يفعلون ما يفعلون على أنه دين يقربهم إلى الله. أصحاب الشهوات إن كانوا مسلمين يتمنون اليوم الذي يخلصون من هذه إيش؟ من هذه الشهوة. ولذلك لو نصحت واحد منهم: يا أخي لما تشرب الخمر؟ قال: ادعو الله أن يهديني. ليس كذلك؟ لكن صاحب الشبهة لا، يرى أن هذه سنة وأنها دين يقرب إلى الله. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، حاشاه ذلك. لماذا يا إمام مالك؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. من هنا يقول سفيان رحمه الله: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها، لأنه يظن أنها سنة باقية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل إيش؟ صاحب بدعة حتى يدع بدعته. عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. لا شك أن الشهوات خطيرة والشبهات أخطر، وكلاهما مدخل من مداخل من؟ الشيطان. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن الشهوات والشبهات بشقيهما، ويلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. نعم.